السلام عليكم أعزائي طلاب الصف السادس الإبتدائي اليوم بإذن الله تعالى سوف نقوم بحل كتاب الطالب مادة لغتي ومراجعة المكتسبات السابقة أولا أنواع الكلمة تنقسم الكلمة إلى ثلاثة أنواع إما اسم إما فعل وإما حرف الاسم مدل على معنى في نفسه دون اقتران بزمن وعلامات الاسم أو من علاماته التنوين وآل التعريف والجر اما بالنسبة للفعل فهو ما دل على حدث مقترن بزمن سواء كان سواء كان هذا الفعل في زمن الماضي او في الزمن المضارع او في الزمن المستقبل وهو الامر القسم- القسم الثالث من انواع الكلمة وهو الحرف وهو عبارة عن لفظ لا يظهر معناه الا اذا اقترن بغيره مثل حروف الجر وحروف العطف وحروف النداء. احفظ هذا البيت واردده دائما يقول ابن مالك في الفياته كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم هذا هو البيت الذي يجمع انواع الكلام او انواع الكلم انواع الفعل كما قلنا او كما ذكرنا الفعل الماضي والفعل المضارع والفعل الامر الفعل الماضي وهو يعبر عن الزمن الماضي مثل كتب وعلامته قبول تاء التأنيث الساكنة وتاء الفاعل مثل كتبت هند تاء التأنيث الساكنة الواجب وكتبت الواجب تاء الفاعل كما يظهر لدينا أما الفعل المضارع فهو يعبر عن الزمن الحاضر أو المستقبل يكتب مثل الفعل يكتب علامته قبول السين أو سوف سيشكر المجد ثم سوف يكافأ آخر العام يبدأ الفعل المضارع بأحد الحروف الآتية وهي الياء أو التاء أو النون أو الألف وملخصها في كلمة أنيتو أما القسم الثالث من أنواع الفعل وهو الفعل الأمر وهو يعبر عن المستقبل مثل اكتب علامته اتصاله بياء المخاطبة مثل اكتبي نوع الجملة او نوع الجمله الجمله تنقسم الى نوعين اساسيين هما الجمله الاسميه والجمله الفعليه الجمله الاسميه كما درسنا في الصفوف السابقه هي التي تبدا باسم ولها ركنان اساسيان هما المبتدا والخبر وهما مرفوعان دائما مثال ذلك الطالبه مجتهده اما بالنسبه للجمله الفعليه وهي التي تبدا بفعل ولها ركنان اساسيان فعل يدل على الحدوث وفاعل يحدث هذا الفعل أي من يقوم بهذا الفعل وأحيانا ينصب الفعل أو ينصب الفعل مفعولا به إذا كان هذا الفعل متعديا مثل شكر المؤمن الله هذه جملة فعلية شكر فعل ماضي مبني على الفتح المؤمن فاعل مرفوع بالضمة الله لفظ الجلالة مفعول به منصوب بالفتحة التدريب الأول اهدي ثنائي وتقديري لامي وابي والتمس من الله العون والتوفيق للوفاء بحقوقهما امتثالا لدعوه القران الكريم باحترامهما والاحسان اليهما فكم عانت امي في حملي ورعايتي وسهرت الليالي عندما احس بالم وكم اثرتني على نفسها وشكرا لابي فقد وفر لي الحياه الكريمه وكان نعم الاب والقدوه سأجتهد في دروسي لأرد معروفهما وسوف أبرهما طوال حياتي. أصنف الكلمات التي وردت في هذه الفقرة إلى أسماء وأفعال وحروف. فأجد الأسماء مثل كلمة ثنائي، وكلمة تقديري، أمي، وأبي، وأجد أيضا كلمات مثل لفظ الجلالة الله، وكلمة العون، وكلمة التوفيق. وكذلك الوفاء والحقوق والامتثال والدعوه والقرآن الكريم هذه كلها اسماء ثم ننتقل بعد ذلك إلى الافعال نجد الفعل التمس والفعل عانت وكذلك سهرت وأحس وآثرتني وكذلك وفر هذه كلها افعال وايضا ساجتهد او اجتهد بالنسبه للحروف التي وردت في هذا في هذا النص او في هذه الفقره نجد حرف الجر من وكذلك حرف الجر الباء وايضا حرف الجر الى في اليهما كذلك حرف الجر الى اليهما وكذلك حرف الجر في في دروسي كذلك حرف الجر على واخيرا حرف العطف الواو الذي ورد اكثر من مره ننتقل الى باء امعن النظر في الجدول السابق ثم الون علامات الفعل باللون الازرق وعلامات الاسم باللون الاحمر فنجد ان علامات الاسم هي كالتالي اولا اول علامه من علامات الاسم هي التنوين ثم التعريف وحروف الجر هذه علامات الاسم التنوين وال التعريف وحروف الجر اما بالنسبه لعلامات الفعل فتاء التانيث الساكنه وان يسبقه سوف او السين جيم أبحث في معجم لغوي عن معنى الكلمتين اللتين كتبتا باللون الأحمر فأجد كلمة ثناء والثناء يا أعزائي هو المدح والتقدير والتبجيل معنى الثناء المدح والتقدير والتبجيل الكلمة الثانية وهي كلمة آثرتني والإثار أو آثر الشيء يعني فضله واختاره ومعناها في النص فضلتني إذا آثرتني معناها فضلتني وكلمة آثر والايثار اثر الشيء اي فضله واختاره. التدريب الثاني شاهد ونظر اكتب المضارع والامر من الفعلين السابقين ثم اضع كل منهما في جملة مفيدة. اولا الفعل المضارع من شاهد يشاهد ونضعه في جملة نقول يشاهد التلميذ التلفاز. الامر من فعل شاهد شاهد بالهاء المكسورة شاهد. فالفرق بين الماضي والمضارع، فالفرق بين الماضي والامر هنا هو التشكيل لان الفعل شاهد كل حروفه مفتوحه، اما فعل الامر منه شاهد الهاء مكسوره. الجمله شاهد البرامج المفيده. المضارع من الفعل نظر ينظر، نضعه في جمله، ينظر الولد من النافذه. الامر منه انظر ونضعه في جمله، نقول انظر الى المستقبل بامل. أبين نوع كل اسم ملون فيما يأتي من حيث الإفراد والتثنية والجمع وأذكر نوع الجمع قال الله تعالى: "ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه" كلمة قلبين نوعها مثنى دلت على اثنين وانتهت بالياء والنون والنون مكسورة المركز التجاري مزدحم بالمتسوقين كلمة المتسوقين جمع مذكر سالم لأنها دلت على أكثر من اثنين للمذكر. قرأ الولد قصصا مسلية لأبنائه كلمة قصصا جمع تكسير تفكرت الفتاة في عظمة الخالق كلمة الفتاة مفرد مؤنف يضم المطار صالات للركاب كلمة صالات جمع مؤنف سالم يحوي وطني خيرات كثيرة كلمة خيرات ايضا جمع مؤنف سالم انتهى بالالف والتاء. الاسم من حيث العدد ينقسم الاسم من حيث العدد إلى مفرد ومثنى والجمع، والجمع ينقسم إلى قسمين جمع سالم وجمع تكسير، والجمع السالم ينقسم إلى جمع مؤنث سالم وجمع مذكر سالم، هذا الاسم من حيث العدد، مصطلحات الإعراب لدينا المصطلح على الموقع الإعرابي وهو معناه ما تؤديه الكلمة من دلالة كالفاعل والمفعول به والخبر. أما الحالة الإعرابية فهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام أساسية الرفع والنصب والجر. والرفع إما بحركة أصلية مثل الضمة أو بحركة فرعية مثل الألف والواو. بالنسبة للنصب أيضا ينقسم إلى حركتين ينصب إما تنصب الكلمة إما بحركة أصلية وهي الفتحة أو حركة فرعية وهي الألف والياء. الجر أيضا له حركتين إما حركة أصلية أو فرعية، والحركة الأصلية هي الكسرة والفرعية هي الياء، هذه تسمى العلامات الإعرابية. التدريب الثالث أبين الموقع الإعرابي والحالة الإعرابية لكل اسم لون باللون الأزرق فيما يأتي. تدوم النعم بشكرها، كلمة هنا كلمة النعم جاءت بعد الفعل وهذه جملة فعلية، إذا كلمة النعم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. الماء لا لون له ولا طعم ولا رائحة كلمة الماء بدأت بها الجملة وهذه جملة اسمية إذا الماء مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على الحرف الأخير نصر الله المسلمين في بدر وهم قلة كلمة المسلمين هنا هذه جملة فعلية بدأت بالفعل نصر والفاعل هو لفظ الجلالة الله سبحانه وتعالى والمسلمين مفعول به منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم وجمع المذكر السالم ينصب بالياء. إن الأمن في مملكتنا مستقر. كلمة مملكتنا كما واضح أمامي سبقها حرف جر، فهي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة تحت التاء كما نرى. التدريب الرابع أتأمل الخريطة المعرفية وأتعاون مع زملائي بذكر أمثلة لكل حالة. هذه الحالات حالات الرفع والضم والنصب عفوا حالات الرفع والجر وحالات النصب هذه يمكن أن نختار أمثلة من الفقرة السابقة على الاسم المفرد في حالة الرفع أقول مثلا الولد مؤدب هذا الولد مبتدأ مرفوع بالضمة أيضا جمع التكسير أو الأولاد مؤدبون جمع المؤنث السالم أقول الفتيات مهذبات في جمع المذكر السالم وعلامة رفعه الواو أقول المعلمون مجتهدون أيضا الأسماء الخمسة وهي أب وأخ وحمو وفو وذو أقول صاحبت ذي علم ذو علم صاحبت أو مثلا ذو الخلق محترم المثنى نقول الولدان مجتهدان ويرفع بالالف هذا بالنسبه للرفع بالنسبه لعلامه الاعراب النصب فلدينا الفتحه والالف والكسره والياء الفتحه مثلا اقول احضر الولد الكتاب الكتاب مفعول به منصوب بالفتحه احضر الولد الكتب الكتب مفعول به جمع تكسير ومنصوب ايضا بالفتحه المثنى عفوا الاسماء الخمسه تنصب بالالف شاهدت ذي علم أو ذي أدب شاهدت ذي ذا عفوا شاهدت ذا أدب فهنا كلمة ذا منصوبة بالألف في جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة سلمت أو عفوا النصب هنا شاهدت الفتيات كلمة الفتيات تكون منصوبة بالكسرة لأنها جمع مؤنث بالنسبة للمثنى ينصب بالياء سلمت على المعلمين فجمع المذكر السالم سلمت على المعلمين هذا بالنسبة للنصب التدريب الخامس أضع علامة الإعراب المناسبة على آخر كل اسم لون باللون الأحمر يسارع المؤمنون إلى الخيرات نلاحظ أن كلمة الخيرات سبقها حرف جر فعلامة الإعراب لها الكسرة فتكتب هكذا الخيرات ونضع كسرة تحت حرف التاء تسهل تسهل المطالب بالتأني كلمة المطالب هنا جاءت بعد الفعل فهي فاعل فترفع بالضمة ونضع الضمة على الحرف الأخير ألقى الطالب قصيدة كلمة قصيدة جاءت بعد في جملة الفعلية ألقى هذا فعل والطالب فاعل وقصيدة مفعول به منصوب بالفتحة فتكتب هكذا نضع فتحتين على الحرف الأخير التدريب السادس أميز الأساليب اللغوية التي درستها سابقا فيما يأتي قال الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين إلا المتقين هذا أسلوب استثناء لا تتكلم وفهمك ملآن بالطعام هذا أسلوب نهي بدأ بلا الناهية لا تتكلم المؤمن لا يخدع أحدا هذا أسلوب نفي لا يخدع أسلوب نفي ما أجمل الإيثار هذا واضح أنه أسلوب تعجب بدأ بماء التعجبية وانتهى بعلامة التعجب فهذا أسلوب تعجب هل قدم المسافر هذا واضح أنه أسلوب استفهام بدأ بأداة استفهام وهي هل وانتهى بعلامة الاستفهام فهذا أسلوب استفهام يا طالب العلم اعمل بعلمك هذا اسلوب نداء كما واضح يا طالب هذا اسلوب نداء لعل الصدق يكون شعارنا بدأت الجملة بلعل ولعل تفيد الترجي فهذا اسلوب ترجي ليت السلام يسود العالم بدأت الجملة بليت وهي للتمني فهذا اسلوب تمني الشمس اكبر من القمر نلاحظ انه مفاضلة بين الشمس والقمر فهذا يسمى اسلوب التفضيل. رايت اخوتي كلهم رايت اخوتي كلهم نلاحظ ان الجمله فيها كلمه كلهم وهي للتوكيد فهذا اسلوب توكيد يا رب اسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل هذا دعاء اسلوب الدعاء اتذكر انه تكتب الهمزه المتوسطه بمقارنه حركتها مع حركه الحرف الذي قبلها ثم تكتب على ما يناسب أقوى الحركتين ومعروف أن أقوى الحركات هي الكسرة ثم يليها الضمة ثم الفتحة وأضعف الحركات هي السكون أرسم خطا التدريب السابع أرسم خطا تحت الكلمة التي تحوي الهمزة المتوسطة وأعلى لسبب كتابتها قال الله تعالى سأل سائل بعذاب واقع لدينا كلمة سأل وسائل هذه بها همزة متوسطة سأل الهمزة على الألف وسائل الهمزة على نبرة أو على الياء. كتبت الهمزة في سأل على الألف لأن ما قبلها مفتوح وهو السين، والهمزة نفسها مفتوحة فكتبت على الألف سأل. أما بالنسبة لكلمة سائل فكتبت على نبرة أو على الياء لأن ما قبلها ساكن وهو حرف المد الألف، وهي مكسورة، وأقوى الحركتين هنا الكسرة، فكتبت الهمزة على نبرة أو على الياء. لكن عندما كانت اقوى الحركتين هنا, هنا هو الفتحه في سأل كتبت الهمزه على الالف. اثنان قال الله تعالى كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله. كلمه فئه هنا هي الكلمه التي تحتوي على همزه متوسطه. وهنا الهمزه كتبت على نبره لان ما قبلها مكسور. وهي مفتوحه. فئه عفوا ما قبلها مكسور وهي مفتوحة فكتبت الهمزة على نبرة لأن أقوى الحركتين هي الكسرة، هناك خطأ في الكتابة عفوا كلمة فئة كتبت الهمزة على نبرة لأن ما قبلها الفاء مكسورة والهمزة مفتوحة وأقوى الحركتين هو الكسرة فكتبت الهمزة على نبرة أو على الياء كما نرى. قال الله تعالى: وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون كتبت الهمزة هنا على السطر أو على نبرة لأنه ما قبلها مكسور حرف الراء يستهزي حرف الراء مكسور وهي مضمومة وأقوى الحركتين هي الكسرة فتكتب الهمزة على نبرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه كلمة يؤمن هي الكلمة التي بها همزة متوسطة كتبت الهمزة هنا على الواو لأن ما قبلها مضموم وهي الياء والهمزة نفسها ساكنة يؤ من الهمزه ساكنه وما قبلها مضموم واقوى الحركتين هنا هو الضمه ولذلك كتبت الهمزه على الواو التدريب الثامن تواجه المجتمعات الانسانيه اليوم تحديات طبيعيه واجتماعيه هائله فالموارد محدوده تستهلك بسرعه وكثافه لذا انشأت لجنه برونتلاند وهي لجنه عالميه معنيه بوضع استراتيجيه امميه للتنميه التنميه المستدامه وتعريف التنمية المستدامة هي تلبية احتياجات الأجيال الحاضرة دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها. ويتضمن التعريف أمرين، الأول مفهوم الحاجة وهي الاحتياجات الأساسية للإنسان مثل الأكل والشرب والأمن. والثاني القيود المفروضة لاحترام البيئة وتأهيلها لتبقى صالحة للأجيال القادمة. ما نوع التحديات التي تواجهها المجتمعات الإنسانية؟ تواجه تحديات طبيعية وتحديات اجتماعية. اختار الإجابة الصحيحة، سبب تلك التحديات مصادر الماء أم أنه لا توجد مصادر للطاقة أم ضعف ترشيد الاستهلاك، سبب هذه التحديات بسبب ضعف ترشيد الاستهلاك للمصادر العامة. ثلاثة معنى كلمة المساس في تعريف التنمية المستدامة، المساس معناها التأثير في قدرة الأجيال القادمة. معنى التنمية المستدامة هو توفير الاحتياجات لنا ولمن بعدنا هذه تسمى تنميه مستدامه اي مستديمه طويله الامد استخرج من النص ما ياتي فعلا مضارعا نجد فعل تواجه فعلا ماضيا وهو انشات همزه وصل ويتبدا في اول الكلمه خاصه لو ان الكلمه بدات بالالف واللام فهمزتها همزه وصل او الف وصل مثل كلمه اليوم همزة قطع وهي المهموزة التي يكون عليها همزة مثل كلمة أنشأت بدأت بالألف المهموزة فهذه همزة قطع تاء مربوطة في كلمة الإنسانية وتاء مفتوحة في كلمة المجتمعات همزة متوسطة كتبت على الف مثل كلمة أنشأت وكلمة تأهيل أيضاً سبب كتابتها على الألف لأن ما قبلها مفتوح وهي ساكنة تأهيل تاء التاء مفتوحة وما قبلها والهمزة ساكنة فأقوى الحركتين هي الفتحة فتكتب الهمزة على الألف. همزة متوسطة كتبت على ياء ولدينا كلمة هائلة. سبب كتابة الهمزة هنا على الياء لأنه سبقها حرف ساكن وهي مكسورة. والحرف الساكن هو حرف المد الألف. فلذلك كتبت الهمزة على نبرة. حرف جر مع تحديد الاسم المجرور لدينا كلمة بسرعة والباء هو حرف الجر والكل اسم المجرور هو كلمة سرعة ضمير غائب منفصل ولد ضمير واحد في هذه في هذا النص وهو ضمير هي أربعة أعرب ما تحته خط في النص تواجه هذا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره المجتمعات فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة أيضا على آخره أقرأ النص ثم أجيب عن المطلوب وأضعه في جملة، مفرد المجتمعات المجتمع وأضعه في جملة فأقول المجتمع متقدم بأبنائه، مثنى يوم يومان وأضعها في جملة الرحلة تبدأ بعد يومان، عفوا بعد يومين لأنها مضاف إليه، ضد محدودة كثيرة أو وفيرة. أضعها في جملة فأقول ينعم الوطن بموارد كثيرة، مرادف كلمة تحديات أي معنى كلمة تحديات صعوبات، ونضعها في جملة نقول يواجه العالم صعوبات كثيرة، أقدم مقترحات للمحافظة على البيئة من حولنا، لدينا بعض المقترحات وهي تقليل حجم النفايات، إعادة الاستخدام أو إعادة التدوير، المنتجات التي يمكن إعادة تدويرها، ترشيد استخدام المياه. زراعة الأشجار، استخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، اقتناء السيارات الكهربائية بدلاً من السيارات التي تعمل بالمواد البترولية وتؤدي إلى تلوث البيئة وانتشار الأمراض، كذلك من أهم المقترحات زيادة الوعي بأهمية البيئة، عمل حملات توعية داخل المنشآت والمصالح و. وضع ملصقات في الأماكن العامة لتوعية المواطنين بأهمية البيئة والحفاظ عليها أستعين بمعجم اللغوي لأبحث عن معنى الكلمتين الملونتين في النص السابق ولدينا كلمة لجنة وكلمة لجنة في المعجم اللغوي معناها جماعة يوكل إليها فحص أمر أو إنجاز عمل ما الكلمة الثانية وهي كلمة تأهيل ومعنى كلمة تأهيل إصلاح وتحسين اصلاح وتحسين الشيء حتى يصبح نافعا للمجتمع، ايا كان هذا الشيء مادي او معنوي. هكذا اعزائي طلاب الصف السادس نكون قد انتهينا من هذا الموضوع او من هذا الدرس، القاكم على خير باذن الله تعالى في حلول جديده وقادمه، لا تنسوا الاشتراك في القناه ليصلكم كل جديد، دمتم في امان الله وحفظه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.